بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، طلاب الغاليين أهلا بكم. إن شاء الله رب العالمين نحل مع بعض الامتحان رقم 4 من امتحانات كتاب The Exam. الكتاب ده تبع كتب المعاصر، وأنا هوريك غلاف الكتاب عشان تشوفه. ده شباب شكل الكتاب، الكتاب اسمه The Exam 20 امتحان، أهو 20 نموذج اختبار على المنهج كامل طبقا لآخر مواصفات نزلت على موقع الوزارة. وهنلاحظ طبعا في كل امتحان ان في قطعتين زي ما انتم عارفين، وتعالوا نبدا بقى عشان ما نضيعش وقت في اول سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال بيقول not means that two equal things، ان حاجتين متساويين are treated as though they are equal او equally important. حاجتين اتنين بنعملهم على انهم نفس الاشياء بنفس الاهميه ونفس القدر من الاهميه. tolerance التسامح، interruption اللي هو المقاطعه انك تقاطع شخص بيتكلم، cooperation اللي هو التعاون، وبالانس التوازن. توازن يعني في حاجتين اتنين متساويين في الاهميه، حتى يقول لك وازن بين حياتك وشغلك، يعني ادي الاثنين نفس الاهميه. السؤال الثاني you should more effort to join the main team، لابد يجب عليك ان تبذل المزيد من الجهد حتى تلتحق بالفريق الاساسي. خد بالك في الجمله دي، عايزك تعرف ان يبذل قصارى جهده او يبذل جهدا اسمها exert effort. وبالمناسبه طبعا عايزين ناكد ان في ممكن نقول exert effort، ممكن نقول exert effort يعني يبذل جهدا. طبعا انت عارف دي كويس، وعايزك تعرف انك انت بتقول ميك ايفورت مع ايه، مع ايفورت ممكن نستخدم كلمه ميك وكلمه اكزيرت الاثنين صح، بس ما تقولش دو ايفورت. ده رقم واحد. الحاجه الثانيه ممكن نقول ات تيكس ايفورت، يعني الموضوع بيتطلب جهدا تو مثلا جيت ا جوب، لكي تحصل على وظيفه. خد بالك المصطلح ده احنا خدنا تيك ايفورت، ما قلناش ميك ولا اكزيرت. ليه؟ ميك ايفورت واكزيرت ايفورت معناها يبذل قصارى جهدا، لكن الشيء بياخد جهد، ما ينفعش اقول لك الشيء بيبذل جهدا. طيب يبقى احنا كده اتفقنا على موضوع exert و take. السؤال اللي بعد كده رقم 3 don't expect all the test items are too easy، ما توقعش ان كل الاسئله في الامتحان سهله. some items need to not information to be answered، بعض الملحوظات او بعض الاسئله اللي في الامتحان يجب ان هي او بتحتاج منك انك تعمل ايه في المعلومات عشان تحلها. reduce يقلل، deduce يستنبط، وconfuse يعني يربك، وinduce او يحث على. طبعا انت بتقول لي الاسئله دي ما تتوقعش انها كلها سهله، في اسئله بتحتاج انك تستنبط المعلومات عشان تحلها، يبقى ديديوس. to achieve his goals in life، عشان يحقق اهدافه في الحياه. my elder brother often plans، اخويا دايما بيعمل ايه في خطط. قبل ما احل الجمله دي تعالى ما اقول لك على ملحوظتين سريعا كده. انت عارف ان في حاجه اسمها make a plan، ميك ا بلان يعني يعمل خطه، وانت عارف ان ميك كولوكيتس ويز بلان، وبلان كولوكيتس ويز. انت عارف ان كلمه كولوكيت معناها بتيجي معاها، يعني بيجوا مع بعضهم. ما ينفعش اقول لك مثلا دو ا بلان. ده رقم واحد. ممكن نستخدم مصطلح تاني مع كلمه بلان اسمها ورك تو ا بلان. ورك تو ا بلان يعني يعمل وفقا لخطه. خد بالك انت هنا خدت حرف الجر تو. الحاجه الاهم من ده كله بقى والمهم، انك انت لو قلت لي اي لايك تو ميك بلان كده، الحته دي كده غلط غلط غلط. طب ليه؟ المفروض ان انت بتقول ميك ا بلان، لو ما فيش ا هنا تبقى غلط تماما، خد بالك. لكن لو عملناها جمع ونقول خطط مثلا، فنقول ميك بلانز وتبقى زي الفل وجميله. فانتبه انك انت بتقول ميك بلانز او ميك ا بلان، لكن ميك بلان لوحدها كده دي غلط، ما ينفعش نعمله. طيب وبالتالي هنا في الجمله دي المفروض اوفن ايه بلانز، يبقى ميك بلانز اللي هي نمبر بي. وخد بالك هو ما قالكش ايه، عشان هنا ميكس بلانز اسم جمع. بعد كده don't use your mobile for a long time، ما تستخدمش موبايلك فترة طويلة. it is a of time، انك تستخدم موبايلك طول النهار ده بيعد waste اللي هي خسر الانسان، لو جسم الانسان يعني amount يعني كمية، waste مضيعة، exploration استكشاف، يبقى طبعا دي waste of time يعني مضيعة للوقت. the teacher asked me to mention to، mention دي يعني اذكر او اسمي، يعني اقول له اسم، يعني بكلمة mention دي معناها يذكر اسم. two giant animals، giant يعني عملاق، حيوانات عملاقه. the opposite of the word، كلمه جاينت عملاق عكسها. هنا برضه هنحتاج نطلع بره شويه كده، عايزك تعرف ان كلمه جاينت دي يعني عملاق، بتساوي بالظبط كلمه اسمها جيجانتك. عايزك تتعلم الكلمه دي وتعرفها عشان بتيجي في القطعه، زي كلمه تريم من دس، زي كلمه هيوج، كل الكلمات دي معناها ضخم او عملاق. عكسهم بقى كلمه منيوت، منيوت يعني دقيق، اللي احنا ممكن ننطقها منيوت بمعنى دقيق صغير، او منت دقيقه بتاعت الساعه، او كلمه تايني، تايني برضو معناها صغير جدا او دقيق جدا. فهنا بقى في السؤال بيقول لك ان كلمه جاينت العكس بتاعها ماسف عملاق. احنا ممكن نضيف كمان كلمه ماسف هنا مع القائمه دي كده، بتساوي كلمه ماسف يعني عملاق. ماسف دي زي جاينت بالظبط، اوعى تتلخبط. بالمناسبه ما دام احنا جينا هنا
اوعى تتلخبط بين كلمة ماسيف وكلمة ماس. ماس لوحدها مقصود بها الكتلة، ماس اللي هي ام. ام اي اس اس ماس دي اللي هي الكتلة. طبعا انت عارف ان في ماس ميديا اللي هي وسائل الاعلام. فنرجع لموضوعنا تاني، وبيقول لك هنا بيقول لك ان عكس كلمة جاينت قلنا ماسيف يعني عملاق بتساويها، هيوج بتساويها برضو، انورمس بتساويها برضو، كل الكلمات دي بتساويها، لكن عندك كلمة تايني اللي بتساوي كلمة مينيوت صغير. The old woman had serious injuries after the accident. الولية الكبيرة دي أصيبت بإصابات خطيرة بعد الحادثة. السينونيم الكلمة اللي بتساوي serious خطير، important يعني مهم، major يعني أساسي أو رئيسي، dangerous خطير، ودايركت يعني مباشر، فأكيد dangerous. The dog damaged, the dog managed to escape the small window. الكلب تمكن من الهروب الشباك الصغير. escape from و escape دي ليها كذا تفصيله برضه عايز اقولها لك بالمره، واستحمل يعني الفيديو هيكون اطول شويه. انت عارف ان كلمه escape دي معناها يهرب. escape from يعني يهرب من مصدر الخطر، يعني مثلا انت الحرامي هرب من البوليس، فنقول بقى the thief escaped from the police. طيب ممكن بقى كمان في escape دي ان احنا نقول escape through يعني هرب من خلال، من خلال. ممكن اقول لك escape with وتوصف لي حالته ساعه ما هرب، اقول لك مثلا the killer escaped with a bloody hand مثلا، بايده كان عليها دم. فعايزك تعرف ان كلمه escape ممكن اقول لك escape in horror يعني هرب برعب بخوف. الترجمه هي اللي بتحل الجمل اللي زي دي، فانت محتاج تترجم. وانت بتقول الكلب هرب من خلال الشباك يبقى escape through. Our grandparents mobile phones when they were young. اجدادنا ايه؟ موبايلات لما كانوا صغيرين، فاكيد لم يكن عندهم، لم يكونوا يمتلكون. طبعا used to have يعني اعتادوا ان يكون عندهم، were used to having يعني اعتادوا ان يكون عندهم في الماضي برضو. didn't used طبعا دي صح من حيث القواعد والمنطق وكل حاجه، بس ما ينفعش نختارها في الامتحانات، فهندور على didn't used to والمصدر. عايزك تفهم ان didn't use to و didn't used to الاثنين ينفعوا، ولكن رقم سي دي اولد انجلش فاحنا بطلنا نستخدمها، فهنستخدم نمبر دي عشان didn't والمصدر. My grandfather was very angry because his pension. خد بالك ان جدي كان غاضب جدا لان البنشن اللي هو المعاش بتاعه ايه بقى يا ترى؟ was reducing كان يقلل، ولا has been reduced يعني قلل بدايه. انت عندك هنا was ماضي، فانت بتفكر في ماضي، فدي مضارع تام ما نفكرش فيها. فاختياراتك هتكون محصوره بين رقم سي ودي. رقم سي مجهول ورقم دي معلوم. رقم سي معناها قلل انقص، لكن رقم دي معناها had reduced معناها انقص. جده كان غاضبا لانه انقص، يبقى رقم سي اللي هي had been reduced. وسريعا كده عايزك تعرف انك لو انت قلت لي my dad is angry ابي زعلان، his car has been stolen، ولا هتختار had been stolen، ولا هتقول لي was stolen؟ هو في مشكله هتواجهك وانت بتحل جمله زي دي، ان الثلاثه دول معناهم سرق، معناهم هم الثلاثه سرق، معناهم مبني المجهول، ومعناهم في بيديك معنى في الماضي، ولكن is هنا مضارع، فحضرتك محتاج مضارع، فعشان كده هنقول has been stolen. وده معناها ان الجمله لو كان فيها my dad was angry كنا هنقول had been stolen، لان السياره سرقت الاول وبعد كده هو اصبح غاضب. طيب نرجع لموضوعنا تاني. بعد كده عمر told me that my lost notebook is under my desk at school the day before. بيقول لك ان عمر اخبرني ان الكشكول اللي كان ضايع مني وجد تحت الترابيزه ذا داي بيفور، اللي هي كانت يسترداي يعني كانت يسترداي مع ماضي بسيط، بقت ذا داي بيفور مع ماضي تام، يبقى هاد بين فاوند يعني وجد. طب ما هي دي ماضي تام برضه، هاد فاوند، هاد فاوند يعني وجد. كان ممكن اقول لك عمر تولد مي ذات ماي فريند هاد فاوند ماي لوست نوت بوك. يور فويس از ايه فور اس تو هير اني مور بليز بي كوايت. بيقول لك ان صوتك ده ايه بالنسبه لنا، تو هير اني ون ان احنا نسمع اي حد، بليز بي كوايت من فضلك اهدأ. بيقول لك بالعربي كده ان صوتك عالي جدا فاحنا مش هنسمع اي حد، فاهدى عشان نسمع الناس. بدايه كون الجمله فيها تو، فانت ما ينفعش تفكر في سو ولا صوتش، الناس دي بيجي معاها زد. باقي معاك لاود انف وتو لاود، الاثنين ينفعوا من حيث القاعده. ليه؟ لان انف عايزه تو وتو عايزه تو برضه. فحضرتك هتحتكم بالعقل كده وتترجم وتقول لي ان انت صوتك بيكون عالي فمش هنسمع، عالي فما ينفعش، يبقى انت عايز محتاج تو، يبقى تو لاود فور اس تو هيرين وان. وهنا برضو عايز اطلع بره كده لحظه واحده بس عشان اقول لك على ملحوظه سريعه جدا. لو انا عايز اقول لك يا عم صوتك عالي فاي حد هيسمعنا، فاقول لك يور، اسمع دي بقى عشان تفهم الفرق بين الاثنين، يور فويس از سو لاود ذات اني ون كان
hear us. بس عايزك تركز عشان معنى الجمله دي غير معنى الجمله اللي في الكتاب. بيقول لك ان صوتك بيكون عالي جدا فاي حد هيسمعنا، فاهد الله يكرمك عشان مش الناس كلها تسمعنا. وممكن اقول لك يو سبيك، عايز تركز وتشوف الفرق بين الاثنين. سو لاودلي، سو لاودلي ذات اني ون، اني ون كان هير اس. اللي انا عايز اوضحه لك في الجمله دي هو الاتي، ان انا هنا في الجمله دي استخدمت كلمه لاود صفه، لكن انا استخدمت كلمه لاودلي ظرف، مع سو جبنا سو صفة ذات أو سو ظرف ذات. معنى الجملتين واحد من حيث المعنى، في الأولانية معناها صوتك عالي فالناس هتسمعنا، والتانية أنت بتتكلم بصوت عالي فالناس كلها هتسمعنا. اللي أنا عايزك تعرفه إن الفيرب تو بي خدنا معاه صفة، لكن هنا سبيك يتحدث فعل فخدنا معاه ظرف. انتبه للقصة اللي زي دي عشان دي حاجة مهمة. طيب إحنا هنا بقى خدنا تو لاودلي وانتهى، تو لاود وانتهى الموضوع. عائشة ليت ذا ميد إيه ذا روف ذا روم فلور. انت عارف ان في حاجات كده عايزين نعرفها ونخلص منها عشان ما تقرفش نفسك بيها. ليت وميك دول ما بيجيش معاهم تو ابدا، انت بتجيب الاثنين دول وبعدين مفعول وبعدين الفعل في المصدر. فعشان كده اقول لك ليت مي سبيك، اسمح لي انا اتحدث، او ميك مي سبيك، اجعلني اتحدث. لكن كلمه ميك لو جبناها في المجهول فبنقول بي ميد تو والمصدر، خد بالك. عشان كده اقول لك مثلا اي ووز ميد تو sleep، انا اجبرت على النوم. خد بالك احنا خدنا فيرب تو بي ميد تو المصدر. انتبه انك بعد تو المصدر ما تقولش اصل ده مجهول من المجهول، فالمفروض نقول اي، ودي في اعتقادات برضه عند بعض الطلبه، اي ووز ميد تو بي سبوكن. طب ليه تعمل كده يا عم؟ ما هو ده مجهول يا مستر وفي تو، فالمفروض في المجهول بنقول تو بي باست بارتيسيبل. ده غلط، انت مع المجهول بتقول ووز ميد تو المصدر. طيب عايزك تعرف ان كلمه allow بنجيب بعدها تو والفعل في المصدر، بس بشرط يكون في هنا كده معاك مفعول. طيب لو ما فيش مفعول فبنجيب allow والفعل مضاف له ing على طول. انتبه للملاحظات اللي هي العاديه دي عشان دي بتلخبط في الامتحان. عايشه ليت ذا ميد، طبعا ليت مفعول مصدر، فانا عايزين نقول بقى ليت ذا ميد كلين اللي هي نمبر بي. طيب بعد كده ذا وومن ووز انفكتد ويز كورونا فايروس ستايد ان ا هوسبيتال 14 دايز. المراه التي كانت مصابه، التي عايدة على المراه، والمراه عاقل يبقى ناخد هو. طب ليه ما ناخدش هو؟ عايزك تفهم وتركز في الحته دي كويس واحنا بنراجع، معلش استحمله. عايزك تعرف ان هو دي، ان هو هي وذات، الاثنين دول باخدهم مع الفاعل ومع المفعول العاقل، لكن كلمه هوم دي ما تجيش الا مع المفعول فقط. وانت هنا بتقول المراه التي اصيبت، يعني المراه هي فاعل الجمله يبقى هو. طيب بعد كده مستر عمر هيز سيت بيلت بيفور درايفنج هيز كار. المستر عمر ايه حزام الامان بتاعه قبل ما يقود السياره. المفروض انك بتقولي هاز تو فاستنينج، طبعا هاز تو الفعل مضاف اي ان جي فدي فتوى. طب الثانيه هاز تو بي باست بارتيسيبل، انت بتقولي يا مستر عمر يجب ان يربط معلوم، فدي برضه مجهول فما تنفعش. هاز جوت تو فاستن تنفع، هاز جوت تو فاستن ما تنفعش لان دي معلوم، لكن هنا هاز جوت تو ازاي تجيب بعدها ماضي بسيط، فاصبحت هاز جوت تو فاستن اللي هي نمبر سي. وكده الاجابه خلصت. وعايزك تعرف ان هاز تو ليف دي بتساوي هاز جوت تو ليف، ما هو انت عارف ان هاز تو اخت هاز جوت تو، الاثنين بنفس المعنى. طيب نرجع لي بعد كده اوف ذا بويز هاز هيز نوت بوك اند is ready to write down the notes. خد بالك ان هنا اوف وبعدها اسم جمع وبعدين فعل مفرد، فانت هتستبعد بوث. ليه؟ لان بوث عايزه اسم جمع وفعل جمع، وهنا هاز المفروض كانت تبقى هاف عشان افكر في بوث. افري هنستبعدها لان مفيش حاجه اسمها افري اوف. باقي معاك اول وايتش. اول دي لما تجيب بعدها جمع لازم جمع، لكن ايتش لما نجيب ايتش وعايزك اكتب دي كمان، معلش انت لما تقول لي ايتش اوف ايذر اوف نيذر اوف، الناس دي بنجيب بعدها اسم جمع وبعدين فعل مفرد. فاقول لك each of the boys is either of the problems is or neither of the problems is برضو. فانا هنا في الجمله هناخد each عشان of the واسم جمع فعل مفرد. طيب بعد كده السؤال of the، بعد كده خلص الموضوع. القطعه بقى بيقول لك when people think of distinctives، طبعا قبل ما احل القطعه باكد وانبه يا جماعه لازم تقرا القطعه الاول قبل تقرا الاسئله الاول قبل ما تحل، اقرا الاسئله وبعدين اقرا القطعه. بيقول لك when people think of distinctive Scottish folk music، لما الناس تفكر كده في الموسيقى الشعبيه الموجوده في اسكتلندا، they usually think of the bagpipes. bagpipes دي بيسموها موسيقى القربه، آلة موسيقية كده فيها حاجة عاملة زي الشنطة بتنفخ هواء. however the instrument wasn't invented in Scotland، برغم ان الاله الموسيقيه دي اصلا لم تخترع في اسكتلندا. experts think that the bagpipes must have first been played in Egypt، يقال ان هي اول مره تم عزف الموسيقى دي كانت في مصر. in around the first century
BCE تقريبا في القرن الأول قبل الميلاد. When a bag was added to the type of flute لما أضافوا شنطة كده للفلوت. To play the bagpipes عشان تلعب الباك بايبس. A bag made from animal skin. وعلى فكرة في سؤال على القطعة دي، ده البرجراف الثاني هتلاقيه بيقول لك البرجراف الثاني بيتكلم عن إيه، وأنت شايف إن هو بيقول لك عشان تلعب الباك بايبس المفروض نعمل كذا، فمعنى كده بيتكلم لك عن كيف تلعب الآلة الموسيقية دي. A bag made from animal skin had to be filled with air. شنطة كده لازم تملاها بالهواء. When the bagpipe player pressed the bag لما الراجل اللي بيعزف على الآلة دي بيضغط عليها. Air went into the instrument الهواء بيدخل في الآلة الموسيقية فبيعمل صوت. The music could be continuous الموسيقى بتبقى مستمرة. Even when the player stopped blowing حتى لما الراجل اللي بيعزف عليها بيبطل نفخ، هي كده كده في هواء في الشنطة فهي بتستمر في العزف. The bagpipes were very popular and they were taken into the north of Europe by Romans. اللعبة دي بدأت تنتشر حتى لدرجة انها وصلت اوروبا وراحت روما. او دخلت اوروبا عن طريق الرومان لما كانوا محتلينها. People enjoyed listening to the bagpipes for about 1000 years. الناس استمتعوا بالعزف على الآلة دي ولعبها لسنوات لآلاف السنين. Then people started to open more time indoors to spend more time indoors. الناس بدأوا اضطروا انهم يقعدوا فترة طويلة داخل المنازل فكانوا بيستخدموا الآلة دي. Which are very loud. الآلات الموسيقية دي عالية الصوت جدا. And not the kind of instrument that you want inside a house. آلة موسيقية كده عمرك ما تفضل تلعبها داخل بيتك لأنها بتعمل دوشة وإزعاج. So they become less popular in some countries. عشان كده الآلة دي أصبحت قليلة الاستخدام في بعض الدول. In Scotland في اسكتلندا نفسها. However people still love listening to them. الناس ما زالوا بيحبوا الآلة دي وبيحبوا يعزفوها. The army used them to send messages. الجيوش بتستخدمها عشان ترسل رسائل. It is said that the bagpipes can be heard up to 16 kilometers away. بيقول لك ان انت لو استخدمت الآلة دي فانت ممكن صوت العزف يسمع على مسافة 16 كيلومتر. For this reason لهذا السبب the English الانجليز who often had bullets with the Scottish battles with the Scottish الانجليز كان دايما في معارك بينهم وبين الاسكتلنديين فعشان كده كانوا بيستخدموا الآلة دي. اسكتلندا كانت بتستخدمها لكن انجلترا banned people from playing the bagpipes. انجلترا كانت بتحذر استخدام الآلة دي. يبقى اسكتلندا كانت بتلعبها وبعدين حصلت حرب بين اسكتلندا وانجلترا فانجلترا بدأت تمنعها. At the end of the 18th century today bagpipes are played at many important processions. اليومين دول الباجبايبس بتعزف في كثير من المواكب and events throughout Scotland في الكثير من المناسبات في اسكتلندا. But you don't have to go to Scotland to hear them. انت مش لازم تروح اسكتلندا لو عايز تسمعها. They are also popular in Ireland. كمان موجودين في ايرلندا and parts of France. وموجودين كمان في اماكن في فرنسا وفي اسبانيا وفي تركيا. انصحك قبل ما تقرا الاسئله قبل ما تقرا القطعه لازم تكون قرات الاسئله. تعال بقى نشوف اول سؤال. The second paragraph answers the question. البرجراف الثاني اجابه لسؤال مين من دول. لو انت فاكر في البرجراف الثاني ده لما جينا نقراه اللي هو ده to play the bagpipes ازاي نلعب الباجبايب. يبقى السؤال هنا المفروض يعني how can you play the bagpipe ازاي تلعب الباجبايبس او تعزف عليها. هو في القطعه دي بيحكي لك ازاي تعزف عليها والهوا والقصه دي. السؤال الثاني the passage is about القطعه دي عن ايه تحديدا؟ عن bagpipes ولا Scottish people ولا music ولا musical instruments. هو احنا هنستبعد musical instruments باللاتي واللوتي. طب ليه؟ لانه ما بيحكيليش هو لما يقول لك musical instruments يعني المفروض كان يحكي لك عن bagpipes والفلوت والدرمز واكتر من musical instrument. هو ما عملش كده، بيحكي لي عن حاجه واحده فقط اللي هي bagpipes. بعد كده 19 how did the bagpipes become popular in the north of Europe. ازاي bagpipes اصبحت مشهوره في اوروبا؟ قلت لك ان اوروبا كانت محتله من الرومان والرومان هم اللي خدوها هناك. يبقى the Egyptians invaded Scotland ولا the British took the bagpipes there, the Scottish army took them there ولا they were taken by Romans. by Romans طبعا زي ما قلنا عشان الاحتلال. رقم 20 people won't to listen to the bagpipes inside a house because الناس ما بتحبش تسمع الباجبايبس جوه البيت. ليه؟ women didn't like them النساء ما بيحبهمش. they were expensive غاليين. they are very loud صوتهم عالي جدا. يبقى صوتهم عالي عشان كده يفضل انك تلعبها في مكان مفتوح. 21 in 20 years traditional folk music in Egypt will unless we enhance young people's interest in music. بقول لك خلال 20 سنة الموسيقى الشعبية المصرية سوف يحصل لها ايه لو احنا ما اهتمناش بيها. appear تظهر ما هي موجودة. be popular تبقى معروفة.
ولا بي انترستنج تبقى شيقة، ولا disappear الموسيقى ستختفي لو احنا لم نهتم بها، يبقى will disappear. بعد كده choose the correct answer. when can you hear bagpipes in Scotland nowadays؟ اليومين دول انت بتسمع الموسيقى الباجبايبس دي فين تحديدا؟ at war time only في وقت الحرب فقط، ايوه هما بيستخدموها فعلا في الحرب. at important events في الاحداث المهمة، ايوه هي دي. وده اخر حاجة ختم بيها البراجراف البراجراف على بعضه. السؤال اللي بعد كده we can infer from the passage that the word distinctive، كلمة distinctive يعني مميز. كلمة مميز دي بقى مين معناها هنا؟ مميز، sociable اجتماعي، distinguishable مميز، يبقى هي دي. affordable يعني يمكن تحمله ويمكن تحمل نفقاته، predictable يعني قابل للتنبؤ، يبقى رقم بي. السؤال بعد كده why did the Scottish army use bagpipes، ليه الجيش الاسكتلندي كان بيستخدم الباجبايبس؟ to call soldiers for meals، عشان ينادي على الجنود للوجبات. to send messages، هي دي، قالك to send messages. القطعة التانية بقى، القطعة التانية بيقول لك in the 17th work was very different to today، بيقول لك ان في 1700 الشغل كان مختلف عما هو عليه الان. most people worked on farms، الناس معظمهم كان بيشتغل في الحقول or had traditional jobs، او كان عندهم وظائف تقليدية ان هم شغالوا بيشتغلوا نساجين وكاربنترز نجارين او بنائين working in their own homes، او بيشتغلوا في منازلهم or in small workshops، او في ورش صغيرة. at this time في الوقت ده work was done by hand، الشغل كان بيتم باليد or with the help of animals، او بمساعدة الحيوانات. nothing was machinized، ما كانش في اي شيء مميكن في الوقت ده. and there was no factories، ولم يكن هناك مصانع. the industrial revolution started in England، الثورة الصناعية بدأت في انجلترا towards the end of the 18th century، تقريبا في نهايات القرن 18. the most important invention of the time was the steam engine، أكثر الاختراعات المهمة في التوقيت ده كانت القاطرة أو المحرك البخاري. which was used to power machines، اللي كان بيستخدم في تشغيل الآلات في المصانع. thousands of new factories were built by businessmen who made money by producing goods quickly، بقولك إن آلاف المصانع دي بنيت بواسطة رجال الأعمال اللي كانوا بيكسبوا فلوس عن طريق إن هم بينتجوا منتجات quickly بشكل سريع وبشكل بكفاءة. many of the things that were produced، معظم الأشياء اللي كانت بتنتج في المصانع الإنجليزية were exported to countries، بيتم تصديرها لدول من كل أنحاء العالم. this change in the way things were produced had a huge effect on people's lives، التغير اللي حصل في طريقة إنتاج الأشياء أثر على حياة الناس بشكل كبير. English towns and cities grow very fast، المدن الإنجليزية والكبيرة والصغيرة بدأت تنمو بشكل كبير وسريع. because poor people from rural areas، الناس الفقراء اللي في القرى بدأوا ينتقلوا للمدن عشان يجدوا عملا في المصانع. the industrial revolution، الثورة الصناعية not only made few businessmen very rich، مش بس خلت بعض الناس أغنياء جدا، but also gave work to millions of ordinary people، لكنها وفرت وظائف لملايين الناس العاديين وحسنت من مستوى معيشتهم. mass production brought down prices، الانتاج الكبير ده والمصانع وكده brought down prices and meant that people could afford to buy things، بدأت ترخص الأشياء. كان زمان بيصنعوا مثلا عربية واحدة، لا بقت في مصانع بتصنع عربيات كتير، فبدأت العربيات أسعارها تنزل. to buy things that they had been too expensive for them، بقى الأشياء الغالية جدا متاحة لكل الناس تشتريها. industrialization اللي هو التصنيع which spread quickly from England to other parts of Europe، التصنيع اللي بدأ ينتشر من انجلترا لدول كثيرة في اوروبا. then to the rest of the world، وبدأ ينتشر في العالم كله. has transformed people's lives، غير حياة الناس ونقلها. in just over 200 years، في بس 200 سنة. the fact that we can drive cars watch television and use computers in is all because of industrial revolution، كل اللي احنا عايشين فيه من رغد وكمبيوتر وسيارات وتلفزيونات، كل ده بسبب الثورة الصناعية. او القطعة، أول سؤال بيقول لك the best title، العنوان المناسب للقطعة دي بيحكي لي عن إيه من ساعتها؟ عن الصناعة والثورة الصناعية. the industrial revolution and its effect، حلوة دي فعلا، عن الثورة الصناعية وتأثيراتها. primitive life and merchandise، الحياة البدائية والآلات والبضائع. industry nowadays، الصناعة اليومين دول. many English factories، مصانع إنجليزية كثيرة. السؤال الثاني in the near future، في المستقبل القريب. the industrial revolution will، الثورة الصناعية سوف تتوقف ولا تكون محدودة ولا last without stop، ستستمر دون توقف ولا continue to have an end، هتستمر إلى أن تصل نهايتها، أكيد هتستمر دون توقف، يبقى last without stop. حتى من غير ما تقرأ القطعة السؤالين دول
محلولين لوحدهم. The industrial revolution reduced the prices because الثورة الصناعية قللت الأسعار لأن nobody wanted to buy goods، محدش عايز يشتري بضائع، بالعكس في مصانع والناس اشتغلت بقى معاها فلوس فهتشتري. The poor goods produced، المنتجات اللي سيئة السمعة أو سيئة الجودة بدأت تنتج. Production was more than demand، الإنتاج أكثر من الطلب، وده فعلا الإجابة رقم C، مصانع كترت وبدأت الأشياء المصنعة أكثر وبدأ الطلب عليها يزداد، ولكن المصانع بتنتج أكثر من الطلب. بعد كده Why did English towns and cities grow very fast؟ هو ليه المدن الإنجليزية بدأت تنمو بشكل كبير؟ Because a lot of poor people from rural areas moved there، هي دي، هو لك إن المصانع بدأت تزداد وبدأ الناس يهجروا الريف ويروحوا المدن عشان يبحثوا عن الوظائف. يبقى رقم إيه فعلا صح. طيب بعد كده According to the passage، وفقا للقطعة، Which of the following inventions helped to start industrial revolution؟ من غير ما نقرأ اختيارات، إيه اللي ساعد في بداية الثورة الصناعية؟ أول حاجة انتجت أصلا steam engine اللي رقم A، اللي هي المحرك البخاري. بعد كده رقم 30 The main idea of the second paragraph، البراجراف الثاني الفكرة الأساسية في إيه؟ أدي البراجراف الأولاني، البراجراف الثاني هو ده The industrial revolution started in، الثورة الصناعية بدأت معرفش إيه، يعني هو بيحكي لي عن بداية الثورة الصناعية. فين هنا بقى the start of the industrial revolution number B؟ يبقى دي الإجابة. بعد كده رقم 31 Industrialization spread from England to other parts of Europe and the whole world، الثورة الصناعية أو التصنيع بدأ ينتشر بسرعة، طبعا فاست، انتشر بسرعة من أوروبا لكل دول العالم، يبقى number B. The more factories increased their production، كل ما المصانع تزود في إنتاجها، people afford to buy it، كل ما الناس تزداد في قدرتها على الشراء، يبقى the more، كل ما المصنع يزود الإنتاج كل ما الناس قدرتها إن هي تشتري قدرتها الشرائية تزداد، لأن في مصنع بينتج سيارة واحدة بس فهتبقى غالية جدا، لكن مصنع بينتج مليون سيارة فهيكون سعرها عادي فكل الناس تشتري. طيب بعد كده الترجمة There are some measures that may keep you healthy for long. One of them is to brush your teeth with dental paste twice a day. طبعا الترجمة الأساسية هي رقم A اللي صح. يوجد بعض المعايير التي ربما تبقي قد صحة جيدة لفترة طويلة، أحد هذه المعايير أن تغسل أسنانك. الإجابة الثانية غلط. ليه؟ لأنه بيقول لك يوجد العديد من المعايير. هو هنا في الجملة some، ما قالكش العديد، ما قالكش several، قالك some يعني بعض. يبقى دي كده المفروض تبقى بعض. هناك بعض عدد، طبعا بعض عدد ده خطأ لغوي، الترجمة دي لما قرأتها حاسس ان هو بيلعب على اللغة نفسها مش على الكلمات او المعاني. هنا العديد بعض دي العديد من رقم C، بعض عدد دي مش مقبولة اصلا لغويا حتى وقعها على اذنك غلط. طب هناك دي ماضي، وهنا برضو كان هناك، وبالرغم من الجملة بيقول لك there are يعني يوجد، يعني هناك ديت لما تكون there were، اذا الاجابتين رقم C ودي غلط بسبب هناك، وهنا في بيقول لي بعض عدد، وفي الاخيرة خالص بيقول لك عدة المعايير فباظت. رقم 34 الإجابة السليمة هي رقم C، بس الأولانية خطأ. ليه؟ لأنه بيقول لك يحتاج الناس قصص للهروب. هو قال لك بعض some people need escapism stories to forget، لكي ينسوا. هنا بيقول لك يحتاج بعض الناس لقصص للهروب من الواقع، ليبتعدوا، يبعدوا الأشياء التي تقلقهم ومتاعبهم، هذه القصص تسرح بهم. طبعا برضو يعني أنت عندك في الجملة دي الخطأ الأولاني لقصص للهروب، ثانيا تسرح بهم، الاثنين دول مش موجودين. الحتة الثانية يحتاج بعض الناس لقصص هروبية، ايه قصص هروبية دي؟ ما انتش عارف، طبعا ده هبد. اللي بعدها يحتاج بعض الناس لقصص التهرب، برضو لأ، هي اسمها قصص الهروب من الواقع اللي حتى بيسموها سكيبزم. طيب رقم 35 الإجابة السليمة رقم B، بس الباقيين غلط. ليه؟ أول واحدة بقول لك Egypt has a good weather، طبعا هو قال هناك weather لكن في الجملة قال لك مناخ، وزر طقس، لكن دي هو بيتكلم عن مناخنا فتبقى كلايمت. The sun was ماضي، بالرغم ان هو في الجملة هنا قال لك فالشمس متوفرة، يعني الجملة مضارع فالمفروض كانت تبقى از، فدي كده باظت. الجملة الثانية اللي هي رقم C، Egypt has a good climate all the year، تمام كده لحد دلوقتي. This the sun is avoidable هو عايز يقول الشمس متوفرة، يعني available، هنا قال لك avoidable يعني يجب ان تتجنب او متجنبة يعني، فدي باظت. اللي بعدها رقم دي ايجيبت هاد ماضي، برغم ان هنا تتمتع مصر مضارع فالمفروض دي برضه باظت، وممكن يكون فيهم اخطاء تانية طبعا مش هنكمل كده عرفنا الباظ. الارهاب مشكله عالميه تواجه كل دول العالم، فهي ليست شانا داخليا يخص دوله او مكان معين. الصح هنا هو رقم سي. طيب الاولى غلط ليه؟ تيروريزم از ا ناشونال بروبلم،
هو هنا بيقول لك مشكلة عالمية، لكن ناشونال دي معناها محلية أو قومية، عايزين نقول مكانها انترناشونال أو جلوبال. الحاجة التانية terrorism is a global problem that forces، forces دي غلط لأنه يقول لك مشكلة تواجه يعني faces مش forces، يبقى رقم بي غلط. رقم دي terrorism is an international problem that faces all the world countries، it is an external affair that belong to a special. لاحظ ان هنا بيقول لك ايه، شأن داخلين يخص، يخص دي مضارع، هو هنا قال لك belonged يعني خلاها ماضي. ثانيا هو بيقول لك it is external affair يعني انها شأن داخلي، بالرغم ان في الجملة الأصلية بيقول لك ليست شأنا، فكان المفروض تبقى it is not. Which of the following has the correct ending my graduation? What a wonderful journey. من غير ما نكمل ده جملة عايز exclamation mark، جملة تعجبية، يبقى المفروض نمبر بي اللي صح. ايه من دول الترقيم بتاعها صح؟ Where Mona to have a lot of money. طبعا where هنا مكان اف، يعني معنى كده الجملة بادئة برابط، فانا عايز في النص كما وفي الاخر نقطة. طبعا دي اخر علامة استفهام فدي غلط، اخرها سيمي كولون فده غلط، باخرها كليكس exclamation فغلط، يبقى الاجابة نمبر سي. The note of a business letter tells what it is going to be about. بيقول لك بيعرفك الخطاب ده عن ايه، يبقى ده كده مين السبجكت اللي هي نمبر نمبر بي. انت عارف انك لما تيجي تكتب ايميل السبجكت بيكتب فيه الموضوع، تو بيكتب فيه ايميل المرسل اليه، فروم ايميل المرسل. You should not share in emails، المفروض ما تشاركش الناس ايه في الايميلات. Private information معلوماتك الشخصية، your password الباسورد بتاعتك، your credit card number رقم الفيزا بتاعتك، كلهم فعلا ما ينفعش نكتبهم في الايميل، يبقى A B and C. كده خلصنا الامتحان الحمد لله رب العالمين، فينش 40 من 40 وما فيش اخطاء، والامتحان عدى بسلام الله. اتمنى انك انت قبل ما تمشي كده ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشير، ما تنساش تكتب لي تحت في الكومنتس كل سنه وانتم طيبين وعيدكم سعيد ان شاء الله رب العالمين. والاول فيديو يعدي 30 دقيقة كده، وصلنا 32 دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.